دفتر شروط فيه جديد وفيه تعديلات. إيه تعديلات على نعطيهم لك على كل حال على حسب المعلومات اللي عندي. أولا دفتر شروط الحالي يقول باللي كل مستورد عنده حق يستورد ماركتين علامتين. هذا الشيء راح يتنحى. يقول لك تانيك المحرك ما يلزمش يفوت لا سيلندري تاع 1.6، هذا الشيء راح يتنحى. اوكي الاستيراد راح يولي حر على حسب واش فهمت انا. لي كوطا ما كانش يعني راحين يسهلوا حسب السوق، يعني ماشي حسب السوق، حسب الشروط اللي فرضتهم الاتحاد الاوروبي على الجزائر، لان الجزائر مضات اتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي تاع ليبريشونج ولازم نولوا ليها. وهذا الخطا صرا في 2020 عندما دفتر شروط اللي ندار في 2020 لو 227 اقصى المتعاملين الاجانب.